السلام عليكم، صح رمضانكم. الحمد لله وصلنا اليوم 28 رمضان. حبيت نذكركم برك انه هذا الفيديو ماهوش للفتوى، مانيش نفتي لكم برك، هذا التذكير بالنسبه للناس المغتربين. انا عارف حال المغترب، واحد عايش في الغربه ممكن ينسى حتى زكاه الفطر مع هذا الوقت اللي المساجد مغلوقه، واغلب المساجد مغلوقه في اوروبا وفي اماكن بزاف، ولا حتى في دول اخرى. فحبيت نذكركم برك في هذا الفيديو بزكاة الفطر برك، وتشوفوا كيفاش المغتربين يخرجوا زكاة الفطر. قبل ما ندخل في الفتوى، انا عارف انه زكاة الفطر انه الاصل فيها انك تخرجها حبوب الطعام، يعني تخرجها روز ولا حبوب، ولكن الوقت هذا بالنسبه لواحد مغترب صعيب. الحاجه الاولى هو راك راح تلقى الفقير هذا، يعني باش تحوس وتعرف احوال الناس وتحوس على الفقراء، يعني فيها شويه مشقه. والحاجة الثانية بالنسبة لنا ضيق الوقت، الوقت ما عندناش تاع الصح، خاصة اللي عايشين في كيما هنا في كوريا ولا اليابان ولا الدول اللي فيهم ساعات الشغل طويلة بزاف، انك تلقى الفقير، يعني باش تحوس على فقير وتلقاه صعيب. وزكاة الفطر هذه اصلا عندها يومين او ثلاثة قبل العيد، يعني تقدر 28 29 30 تخرج زكاة الفطر، حتى عندك حتى قبل صلاة العيد. راني نسجل في الطبيعة، مرة تسمعوا أصوات العصافير، راني جالس في مكان تقريبا تقدر تقول غابة. المهم قلت لكم كما قلنا زكاة الفطر عندها 3 أيام، يعني الوقت عندك ضيق بالنسبة لواحد المغترب، ما عندكش الوقت، ماشي كما واحد عايش في البلاد تروح تحوس بهدوءك، تاخذ وقتك وتدور على الناس الفقراء وتعطيهم زكاة الفطر. فواحد اللي عايش في البلد بالنسبة لي سهلة، لكن احنا كمغتربين صعب انك تعطيها كما يقولوا ارز ولا طعام، ولا صعب بزاف، يعني صعب علينا هذه. فواش نعملوا؟ ندفعوها نروحوا للمسجد وندفعوها للامام، يا اما نحطوها كاين صندوق في المسجد، نحطوها في الصندوق والامام يتكلف بها، هو يعرف الفقراء ويوزعها للفقراء. بالنسبة للناس اللي تشتغل مثلا في كوريا، ولا الناس اللي تشتغل هنا في كوريا بالخصوص، نحكي على كوريا، الناس اللي تشتغل هنا ما عندهمش الوقت، واش يعملوا؟ يروحوا يدفعوها الاكونت هذا، يرسلوا لهذا الاكونت بتاع المسجد، والامام هو يتكفل بالزكاة. يعني ياخذها من الاكونت تاعو ويدفعها للفقراء. هذا ما كان هنا في كوريا، غالب الائمه تاع المساجد احناف، يعني غالبهم باكستانيين وبنغلاديش، وهادو يتبعوا المذهب الحنفي. والمذهب الحنفي كما قلت لكم، الاحناف يقول لك تقدر تخرج زكاة الفطر نقدا، وبزاف علماء اجازوها بزاف في العصر هذا، يعني دوك الله غالب، يعني مفروض علينا هو الاصل كما قلت لكم، الاصل انك تخرجها رز وشعير، ولكن يجوز انك تخرجها نقدا. وانا مانيش نفتي لك، يعني مانيش بصدد الفتوى، انا راني نذكرك برك، هذا الفيديو مجرد تذكير للناس المغتربين ولا الناس اللي باش ما ينساوش زكاة الفطر، لانها واجب علينا، مش صدقه، هذه لازم تخرجها، حاجه واجبه تتم بها الصيام تاعك. حبيت نذكر برك بها. هذا ما كان درت لكم هذا الفيديو باش تشوفوا كيفاش يخرجوها المغتربين، كيفاش يخرجوها احنا في كوريا، ومجرد تذكير. اما نتايا دير واش تحب، بلا ما تدخل عندي التعليقات وتبدا تقول لي لا يجوز وقال كذا ويقول كذا، على بالنا بلي قال ويقول، قلت لك من الاخر بلي كاين ناس اجازوها، وحنا بالنسبه لينا كمغتربين مدفوعين ليها، يعني ما عندكش الوقت باش تروح تحوس على الفقراء وانك حتلقاهم مثلا، ولا كيفاش تعرف بلي هذا فقير؟ صعيب علينا هذا الشيء، صعيب علينا بزاف. وثانيا اخراجها نقدا، يعني تخرجها بدراهم اسهل لينا، والامام هو يستكلف بها، الامام هو يوزعها، يعني كاين لجنة على المسجد تدبر راسها بهذه الزكاة وتوزعها على الفقراء. هذه هي، مانيش نفتي، وكل واحد يدير واش يشوف باللي راه يرضي ربي سبحانه، اللي تشوفوا انت راك ترضي به الله تعالى ديروا. هذا ما كان سهله، ماشي حاجه صعيبه. بالنسبة لنا احنا كمغتربين لازم تخرجها نقدا، ما عندناش حل واحد اخر كما قلت لكم، بلا ما تصدعوا لي راسي في التعليقات، ماذا بينا تحلقوا حاجة مليحة. المتابعين تاعي الحمد لله يعني ما يعلقوش تعليقاتهم دائما ما شاء الله، ولكن مرات يدخل لك واحد يكسر لك في راسك. مرات مثلا انا كنت ناكل باليد اليمين في واحد من الفيديوهات، كنت ناكل باليد اليمين، دخل عندي قال لي واحد علاش تاكل باليسار، هو ما عارفش اصلا انه الكاميرا تعكس
تعكس لك، انت تشوفه راه ياكل باليسار وانا في الحقيقه راني ناكل باليمين، فالتصوير يعكس. على هذه الفتوى خلوها لنا بجانب، هذا مجرد تذكير بالنسبه للناس اللي يحبوا بالنسبه للناس باش ما ينساوش زكاه الفطر، خاصه في هذا الوقت وين المساجد راهي مغلوقه ومغتربين، على ان يعرف بلي اغلبهم كما يقولوا راهم يحاربوا من اجل الحياه ومع الدنيا، راهم يقاتلوا. فعلى هذه حبيت نذكركم برك بهذا في هذا الفيديو بزكاه الفطر، وباش ما تنساوهاش لانها حق الفقراء وواجب علينا حنايا، واجب على الجميع وحق للفقراء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. بالنسبه لي انا دوك نروح للمسجد ندفعها في المسجد خير. عنديكم معايا الجامع، نروح نتمشاو، رانا في جو طبيعي ما شاء الله. هذه اليوم يوم راحه، جاتني يوم راحه، يعني يوم 28 رمضان تقدر تقول ما مشيتش للشغل، انا ما حبيتش نمشي للشغل، حبيت نريح شويه. هذه وحده، وثانيا ما نهبش ندفع هذه زكاه الفطر للناس، باش ندفع زكاه الفطر يعني يكون عندي وقت لزكاه الفطر. كما قلت لكم تقدر تخرجها حتى يوم العيد ان شاء الله، يعني حتى قبل صلاه العيد، يعني ما تخليش صلاه العيد توصلك ومن بعد تقول لو كان، يعني عندك تقريبا في يدك 3 ايام، وهي احسن حاجه الوقت اللي تخرجها فيه مقبل صلاه، يعني نهار العيد مقبل صلاه، هذاك هو احسن وقت. ولكن اذا شفت بلي ما عندكش الوقت معليش تخرجها دوكا بيومين مقبل العيد ولا ثلاثه. عندكم معايا نروحوا المسجد. قبل ما ندخلوا دائما دائما عند الدخول للمسجد لازم تكتب اسمك وش من الساعه دخلت. بون هذا تاع اليوم 21، الساعة الرابعة، وتكتب اسمك وتكتب ناسيوناليتي تاعك صدقة الفطر، يعني 7000 كوري مينيموم هي أقل حاجة، وهي الواجب، وإذا قدرت تمد فوق 7000 معليش، مد فوق 7000 هذيك 7000 ون اللي وجدتها لهم. أوكي، هكذا الحمد لله تم الواجب. قبل ما نختم هذا الفيديو، كاين ناس بزاف في البلاد راهم محتاجين العون، يعني خاصة بعد الحجر الصحي، فعلى بالكم بالوضعية، كاين ناس بزاف ما خدمات، كاين ناس بزاف تراهوية في الدار، يعني إذا كان جارك تعرفه بلي فقير ومحتاج والله غالب، أعطيه زكاة الفطر وزيد له شوية يا خويا، زيد له شوية بونص من عندك، صدقة تلقاها عند الله تعالى، يعني الصدقة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. صدقة تقي مصارع السوء، يعني صدقة زيدها فوق الواجب، زيدها عليك راك تلقاها إن شاء الله في الأخيرة تاعك، وتلقاها حتى في الدنيا، صدقة فيها فايدة في الدنيا وفي الأخيرة. ما تنساوش الفقراء، ما تنساوش خوتكم، ما تنساوش جنب الفيديو ثاني، بارطاجيوه إذا بغيتو، إذا حبيتو ثاني تبارطاجيو الفيديو، بارطاجيوه مع أصحابكم، خاصة إذا كانوا مغتربين، بارطاجيو لهم هذا الفيديو باش تذكروهم بهذه الشعيرة ولهذا الواجب. كاين ناس بزاف عايشين في الغربة ينساو. صحة فطوركم وصحة عيدكم قبل العيد، ما عرفتش إذا نقدر ندير لكم، ما عرفتش إذا نقدر ندير لكم فلوق ولا لا، ولكن صحة عيدكم قبل العيد، والسلام عليكم.